بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لن يوفق. عذرا رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لن يوفق. جاء قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو ما قل بحال جمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى. والله لو جد العباقر كلهم في وصف اطفال له لن تعرفا. والله لو قدم الزمان من البداية للنهاية ظل يبرق مكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولى واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل عدوتك فالله آصر أن يضمك راعيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حل ولكن حلاوة القرآن ليس لها حل. والآن نعيش مع الكتاب الأنور والذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ الشيخ اللامع المشهور المجيب أنور الشحات محمد أنور. علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون الجمهورية بمصر العربية والمقيم بمحافظة القاهرة فليتقبل فضيلته مشكورا. Thank you.
انتوا اللي هتشغلوه. فحسبتم انما خلقناكم عبثا
وقال ربي ارحم وانت
وإذا القبور انسدت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس عليك يا عم انور. وإذا البحار
يا وما أدراك ما
انور ربنا يزيد. الله يفتح عليك ربنا يزيد. الله يفتح عليك. سمع وانت جهباز القران والنغم يا ربنا يفتح. انت جهباز القران يا انور. وما يا عيني لا تنسى
يا شيخ انور شوف الحاج على عاوز ايه مش تفتح على نفسك فتح والله انور حلاوه افتح عليك يا شيخ انور بسم الله الرحمن الرحيم الله ايوه يا شيخ انور عليك يا دكتور انا خلاص يا دكتور والله بسم الله الرحمن الرحيم ارحمنا يا رب يا يوم لا تملك نفس لنفس عشان كده لما حضرتك بتكلمني انا عارف انك عارفني كويس وعارف انك هتعرف المكان فانا بفضل خلاص ماشي بدي لك النجد شويه كده يا باشا افصل عادي افصل